السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم كريم السعدي، وإن شاء الله نكمل سلسلة محاضرات السنسر أند أكتويترز. إن شاء الله في هذا الفيديو راح نتحدث عن السيرفو موتور. طبعا السيرفو موتور هذا هو شكله، مجرد نكتب سيرفو موتور هذا هو شكل السيرفو موتور. طبعا هذا المحرك هو من اكثر المحركات المستخدمة في مشاريع الاردوينو. طبعا هناك انواع من السيرفو موتور، لان السيرفو موتور هو عبارة عن محرك تقدر تحدد الخطوات او درجة الدوران الخاصة به. مثلا هذا اللي دا نشوفه امامنا، زاوية الدوران مالته من 0 الى 180 درجة، وبعدها يعود من 180 الى 0، يعني يصعد من 0 الى 180 وينزل من 180 الى 0، يعني ما يقدر يكمل دورة كاملة. هذا القياس مالته 180 درجة. طبعا الفولتية اللي يشتغل بها هي 5 فولت تقريبا. وعندنا انواع اخرى، مثلا هذا النوع الاخر درجة الدوران الخاصة به هي 360 درجة. لكن نخلي ببالنا فكرة انه هذا السيرفو يبدي من الصفر يصعد الى 360 او 180 الى الرنج الاقصى اليه، بعد ذلك يعود من الرنج الاعلى الى الرنج الادنى، ما راح يكمل دورة كاملة. طبعا هو هذا نوع من انواع السيرفو اللي هذا نشوفه. طبعا هو هذا مثل ما ذكرت اكثر نوع يستخدم في المشاريع. هذه اشكال مختلفة للسيرفو. طبعا راح نتعرف على استخدامه، وين ممكن نستخدم هذا المحرك، ليش دنا نتعلم عليه وليش دنا نتعلم برمجته. طبعا اذا نبو عليه من الداخل، منين يتكون، هذا هو شكله من الداخل. هذا هو شكل السيرفو من الداخل. يتكون من محرك دي سي. المحرك الدي سي يحتوي على وايرين فقط، بينما محرك السيرفو يحتوي من الداخل على محرك دي سي ويحتوي على دشالي، هذه الرنجات او الدشالي اللي من خلاله يقدر يتحكم بيش بالخطوات، لان بي دائرة صغيرة كنترول سيركت اللي من خلالها يقدر يتحكم بالدي سي موتور اللي موجود هنا حتى يحدد الخطوات اللي ممكن يفتر بها او يتحرك بها. هذه صورة أوضح اللي نشوفها عن السيرفو موتور من الداخل. منين يتكون؟ يتكون من دي سي موتور. دي سي موتور عادي، نفس الموتور اللي موجود بالسيارات الألعاب على سبيل المثال. هذا دي سي موتور واحتوى هذا الجير، وهذا المنفذ اللي من خلاله ترتبط الوايرات المسؤولة عن التحكم به. طبعا استخدامه غالبا يكون في الروبوتات، يعني يكون كمفاصل للروبوت في القدم في الذراع. فاذا لاحظ هذا الروبوت بالكامل يحتوي على محركات سيرفو، وفي كل مفصل موجود سيرفو. اذا لاحظ هذا الروبوتات او هذا الروبوت، هذا نلاحظ كل هذه الروبوتات تحتوي على محركات سيرفو. طبعا صورتها تطلع صغيرة لأن نبحث عن صور صغار.
هذه أشكال مختلفة للروبوتات اللي تستخدم السيرفو موتور في المفاصل الخاصة بها. أو عندنا مثلا هذه الصورة، هذه الصورة اللي نشوفها أمامنا هي عبارة عن ذراع. هذا الذراع ممكن تتحكم به عن طريق البلوتوث أو عن طريق الحاسبة أو أي طريقة أخرى سواء واير أو وايرلس. هذا الذراع يتكون من المفاصل مالته أو تحتوي المفاصل الخاصة به على محركات سيرفو، وطبعا كل محرك سيرفو له وزن معين يقدر يشيله. هذا عندنا ال 360 درجة، أو قد يكون 180 درجة، لكن الفرق بينه وبين الحجم الصغير أنه ممكن يشيل وزن أكبر. إذن هذا السيرفو موتور موجود هنا، وهذا السيرفو آخر، هذا السيرفو آخر، هذا السيرفو آخر. إذا كيف نميز السيرفو موتور عن الموتورات الأخرى؟ الموتورات الأخرى يوجد أنواع، مثل الستيبر موتور، وعندنا الدي سي موتور قبل شوي ذكرته، وعندنا هذا السيرفو موتور. خلينا ناخذ فكرة عن الموتورات بصورة عامة. ممكن نكتب هنا موتور تايب، فور أردوينو مثلا، عمود تكون هناك صور، حصل صور أوضح. هذه أنواع مختلفة للمحركات، منها الستيبر، منها السيرفو، منها البريشليس، ومنها الدي سي. إذا لاحظ السيرفو هذا اللي باللون الأسود اللي موجود على الجانب الأيسر واللون الأزرق، السيرفو يحتوي على ثلاث أطراف فقط، اثنين خاصة بالباور وواحد خاص بالسيجنال. أما الستيبر موتور فهناك أنواع من الستيبر موتور ممكن تكون بها ستة أو أربع وايرات حسب. وعندنا هنا بالوسط اللون البرتقالي، هذا يسمى البريشيس موتور ويستخدم في الطائرات الدرونز. وعندنا هذا الدي سي موتور اللي موجود على الجانب الايمن، وهناك انواع مختلفه منه ويتكون من سلكين فقط. اذا هذه الصوره توضح الدي سي موتور اللي موجود على الجانب الايسر اللي بالوسط السيرفو موتور، والى اليمين اللي هو استيبر. هذا هو شكل الدي سي موتور، المحرك العادي اللي موجود بالالعاب الاطفال. يتكون من طرفين، يعني بالالعاب الاطفال او الالعاب البسيطه الصغيره يتكون من طرفين فقط، هو موجب او سالب، راح يتغير الدايركشن مالته او الاتجاه مالته حسب ربطك الموجب والسالب. أما السيرفو موتور، السيرفو موتور يتكون فقط من ثلاثة أطراف، مثل ما تلاحظ بهذه الصورة، اثنين باور وواحد عبارة عن سيجنال. هذا هو شكل السيرفو موتور، حجمه جدا صغير. وهذا مخطط يوضح ربط السيرفو موتور. هاي صورة جدا واضحة إلى مخطط السيرفو موتور، وراح نحاول نربطها إن شاء الله ونطبقها عملي هذه الدائرة. إذا هذا هو السيرفو موتور، شلون عرفناه؟ يتكون من ثلاث أطراف، اثنين للتغذية الباور وواحد للسيجنال. إذا هذه فكرة عامة عن المحركات أنواعها، وقدرنا نتعرف على السيرفو موتور أو الميز السيرفو موتور من بين هذه الأنواع. إذن نجي على السيرفو موتور ونشوفها بالواقع ونتعرف على الأنواع الأخرى بالواقع، وبعد ذلك راح نتعرف على كيفية ربطه وبرمجته باستخدام برنامج الأردوينو. تمام، إذن هو هذا الشكل السيرفو موتور. طبعا هذا زاوية دورانه هي 180 درجة كحد أقصى، والمعروف عليه اسمه SG19. تمام، اذا هو هذا شكل السيرفو. اذا جيت ويا السيرفو، هذه مجموعه من
القطع التي ثبت عليه مجموعة من البراغي هذه. طريقة تثبيتها جدا بسيطة. تمام، إذا ثبتنا إذن هذا هو السيرفو. مثل ما تلاحظوا، مثل ما ذكرت سابقا، أنه يتكون من ثلاث أطراف: اللون الأحمر اللي هو 5 فولت، والطرف البرتقالي اللي هو السيجنال، والجوزي هو الجراوند. هذا هو شكل السيرفو موتور. وكذلك عندنا انواع اخرى اللي تعرفنا عليها، اللي هو هذا الدي سي موتور يتكون من طرفين واللي موجود بالالعاب. هذا شكل اخر للدي سي موتور، هذا اللي موجود بالدي في دي مال الحاسبه او اللابتوب او يعني الالعاب، او يكون موجود بالجير او اليد الخاصة بالالعاب اللي هي يسوي الرجاج. هذا هو شكله. وعندنا نوع اخر اللي موجود عندنا، اللي هو هنا اسمه ستيبر موتور او المحرك الخطوي. هذا ستيب موتور اللي هو شغال على 5 فولت. وطبعا هذا الستيبر موتور راح نشرحه ان شاء الله بالمحاضرة القادمة، واللي يأتي ويا درايفر. هذا درايفر، وليش راح نستخدم درايفر ويا الستيبر موتور، وليش هنا بالسيرفو ما راح نستخدم حاليا. اوكي، اذا هسه نجي نربط السيرفو موتور. شنو اللي نحتاجه؟ طبعا مثل كالعاده نحتاج اردوينو، وانا هنا دا استخدم الاردوينو برو ميني. اوكي، دا استخدم الاردوينو برو ميني. هذا هو الاردوينو، واحتاج الى 3 أسلاك توصيل حتى أربط هالسيرفو. إذن أول شيء راح أربط الجزء الموجب اللي هو هذا اللون الأحمر، أربطه على 5 فولت. أوكي، وأربطه على 5 فولت اللي هو الفي سي سي. هنا دا أستخدم الأردوينو برو ميني، والطرف الثاني اللي هو الجراوند أربطه على الجراوند. بعدين انتهيت من ربط الجراوند والفي سي سي. اوكي، هسه اجي على الطرف الثالث اللي هو السيجنال. السيجنال راح اربطه على بن رقم 9. انت ممكن تحدد اي بن اخر تقدر تربط عليه، انا هنا راح استخدم البن رقم 9. اوكي، اذا انتهيت من الربط. هذا هو الربط الموجب 5 فولت، والجراوند سالب، والسيجنال راح تربط على بين رقم 9. اذا انتهيت من الربط. هسه اجي على الكود البرمجي وراح نشرحه وكيف اتعامل مع السيرفو موتور. إذن هذا هو مخطط الربط مثل ما واضح هنا. هسه نجي على الكود البرمجي كيف نحصله وكيف نضيف المكتبة الخاصة بالسيرفو حتى نتعاملها ببساطة. أولا نروح على جيت هوب، راح أحط لكم الرابط الخاص بتحميل هذه المكتبة أسفل وصف هذا الفيديو. هذا الـ 12 السيرفو ماستر، طبعا 12 اللي هو هذه الفيديو 12 ضمن هذه الدورة. بعد ذلك راح نسوي داونلود للمكتبة، هذه المكتبة نزلناها. نشوفها وين نزلت. إذن هذا هو المكان مالتها، نسوي لها كات ونخليها على يعني بأي ملف. تمام، سوفت ملف على سطح المكتب، أو نخليها على سطح المكتب فقط. أوكي، أنا نزلها سابقا لذلك حذفت السابقة، ماكو فرق. اذا هسه نفتح برنامج الاردوينو حتى نضيف هذه المكتبه، لان المكتبه راح يكون وياها مجموعه من الامثله اللي تستخدمها مباشره.
نروح على السكتش انكلود لايبرري او اضافه لايبرري. المكتبه مالتنا بصيغه زد اي بي، اذا اد زد اي بي لايبرري. المكتبه مالتنا خليناها على سطح المكتب، هذا هو اسم المكتبه، نسوي اوبن. راح يطلع عندي ايرور، هذا الايرور يقول لي انه هذه المكتبه بالفعل موجوده سابقا، لذلك ما احتاج اضيفها. لكن في حاله انه انت كنت اول مره تتعامل مع سيرفو موتور فتحتاج هذه المكتبه، وما راح يطلع عندك ايرور عند اضافتها. اذا بعد ما راح تضيف اللايبرري تروح على الاكزامبل، راح تلقى هنا موجود شيء اسمه سيرفو. اوكي هذا سيرفو. اذا نختار سويب او دوران، تمام. اذا نفتح الكود، هذا هو الكود. طبعا نجي نوضح الكود. اولا هذه المكتبه اللي نشوفها موجوده باللون البرتقالي، هذه المكتبه في حاله ما كانت موجوده عندك ما راح يشتغل هذا الكود، وراح يطلع عندك ايرور، وراح يكون اللون الخاص بهذه المكتبه اسود. لذلك بنلاحظ في المكتبه راح تظهر بهذا اللون. اذا هذه هي المكتبه الخاصه بالسيرفو. بعد ذلك هنا راح نعرف اسم السيرفو مالتنا، نعطي اي اسم. هنا السيرفو راح نسوي اوبجكت اسمه ماي سيرفو. هنا انت تستخدم سيرفو واحد، ممكن انا يعني اذا استخدم محركين سيرفو فببساطه اسوي غير اسم، اما اعطيه واكتب اسمه مثلا S2 او S3، وانت براحتك يعني تقدر تضيف اكثر من محرك سيرفو الى الاردوينو، 20 محرك 30 محرك ماكو مشكله. بهذه الطريقه انت راح تسمي الاوبجكتات مالتك حتى تستخدمها بعدين بالفويس تاب او بالفويد لوب. اذا انتهينا من الكود الخارجي، يعني خارج الفويس تاب والفويد لوب. بعد ذلك نعرف انت غير اسمه بوزيشن. هذا البوزيشن اللي هو موقع او نقطه او القيمه الابتدائيه للموقع الخاص بالسيرف، يعني اول ما راح يبدي يشتغل راح يكون هو في نقطه صفر. اوكي اللي هو هذا عباره عن فاريبل راح نستخدمه حتى نخزن بوزيشن الخاصه بالسيرفو، او بدايه الطلاق راح تكون صفر، يعني ما راح يبدي من 180 او يبدي من 90، لا راح يبدي منين؟ من الصفر. لذلك اعطيت قيمه البوزيشن تساوي صفر. بعد ذلك راح تعالي الفويد سيت اب. داخل الفويد سيت اب لازم اعرف اي بن راح يرتبط عليه هذا السيرفو. انا هنا حسب المخطط مالتي اريد اربط السيرفو على بن رقم 9، لذلك حسب الكود اللي راح اقوله راح اقول ماي سيرفو اللي هنا سميته ماي سيرفو اتاتش، يعني ملتمس او مرتبط على بن رقم 9. اذا هي هاي طريقه تعريف المنافذ الخاصه بالسيرفو، المنافذ اللي راح اربط عليها السيرفو. كذلك اذا عندك سيرفو اخر هم راح تعرف منه عن طريق الاتاتش على منفذ هو مرتبط. بعد ذلك راح على الفويد لوب. داخل الفويد لوب راح اكتب هنا فور لوب. طبعا هذا الكود وظيفته انه يشغل السيرفو بحيث يبدي من الصفر الى 180 دوره، نص دوره، وبعد ذلك يعود من 180 الى صفر. الفور الاول راح يبدي من الصفر الى 180 بزياده درجه واحده. هذا البوزيشن القيمه الابتدائيه انطيناها صفر. إذا كانت البوزيشن مالتنا هي أصغر من 180، إذا نزيد البوزيشن بمقدار واحد، وهذا الشرط بيتحقق. يعني أول ما راح يشتغل الأردوينو، الأردوينو والسيرفو راح تكون قيمة البوزيشن صفر. فهذا الشرط راح يتحقق، نعم البوزيشن هي صفر، إذا هي أصغر من 180، أصغر تساوي 180، إذا نزيد البوزيشن واحد. من راح يزيد البوزيشن واحد؟ بعد ذلك راح إيش راح يسوي؟ راح يحرك السيرفو عن طريق رايت، عن طريق فاكشن رايت. يحرك السيرفو بمقدار القيمة البوزيشن، البوزيشن هنا صفر، إذا تحقق الشرط هنا راح تكون قيمة البوزيشن واحد، إذا راح يحركه خطوة، بالتالي راح يستمر يحركه بهذه الخطوات كل 15 مايكرو سكند. إذا هذه باتجاه عقارب الساعة من صفر إلى 180، وراح يرجع عكس عقارب الساعة من 180 إلى الصفر. يعني راح نغير، اذا كانت القيمه البوزيشن مالته وصلت الى 180 راح يشيك هذا الشرط، اذا كانت القيمه هي اكبر من الصفر، نعم 180 هي اكبر من الصفر، اذا نقصت القيمه مالتها مثلا راح تكون القيمه مالتها ايش قد؟ 170، اذا 170 هي اكبر من الصفر، نعم اذا نقص له 100 و
مثلا 150 او 151 او 158 ويظل ناقص الى انه يوصل الى مرحله صفر. بعد ذلك راح يرجع يكرر هذا الشرط طبعا خلال ديلي 15 مايكرو سكند. اذا قبل لا ارفع الكود خلي اتشيك الكود مالتي صح او خطا، بعد ذلك ارفع الكود. إذا الكود مالتي صحيح وهو جاهز للرفع، هسه أجي أربط الأردوينو، بعد ذلك أحدد البورت مالتي. الأردوينو اللي دا أستخدمه هنا أردوينو برو مايكرو، هذا اختارت البورت. بعد ذلك راح أختار البورت اللي راح أربط عليه الأردوينو اللي هو بورت 34. بعد ذلك راح أرفع الكود. إذا تم رفع الكود. إذا مثل ما نلاحظ السيرفو موتور ديفتر من زاوية من 0 إلى 180 وبعد ذلك يعود من 180 إلى 0. طبعا خلال تايم معين، هذا التايم اللي هو 15 مايكرو سكند. اذا هذا ببساطه كيفيه العمل مع السيرفو موتور، وكذلك احنا ممكن انه نغير الزاويه او نتحكم بالزاويه بالديجيتال رايت براحتنا. يعني ممكن انه نلغي هنا الفور لوب على سبيل المثال، وهنا كذلك نلغي السيرفو. اوكي، وممكن نخلي مكان البوزيشن هو السيرفو موتور مثلا بزاويه 90 مثلا، وخلال اشقد مثلا خلال واحد ثانيه، بعد ذلك يعود. خلينا نسوي اندو لمسحه الكود السابق. اوكي، فهذه هم المسحه على سبيل المثال. فهنا مثلا البوزيشن مالته مباشرة دا اقول له 90. اوكي، يعني بدون ما يرجع. ف خلي ارفع كود فارو، المفروض هو يرجع البوزيشن مالته صفر. اذا توقف، هسه راح ارفع هذا الكود، المفروض يتحرك 90 درجة ويتوقف. إذا أنا هنا عندي نقص أو زيادة عفوا، قوس. إذا مثل ما نلاحظ تغير إلى 90 وتوقف. أوكي، ونقدر نغير مثلا نفس الطريقة، يظل يغير مثلا إلى صفر، بس احنا ممكن نغير الديلي من 15 مايكرو سكند. 15 مايكرو سكند راح يحقق هذا 90 بالتايم أقل، بالتالي راح يكون سريع. أوكي، هل صار بي نوعا ما اهتزاز وغير استقرار. ليش؟ لان الوقت اللي اختاريناه وقت قليل، بالتالي راح يكون جدا سريع، فما يلحق انه بين ما يوصل لل 90 وبين ما يرجع للصفر. لذلك لازم نشيك هذه الحاله، حاله الوقت، لان هو مو عباره عن مصباح ممكن تطفي والشغله مباشره وما راح ياثر عليه، هذا سيرفو. اوكي، لذلك احنا ممكن هنا شو نسوي؟ نزيد الديلي، خلي مثلا ثانية، وهنا نخلي الديلي ايش قد؟ ثانية. هذا صار بسرعة السيرفو. اوكي، مثل ما تلاحظ اذا موضوع التايم كلش مهم حتى ياخذ وقت براحته يغير. اذا هذا كل ما يخص عمل السيرفو.
وان شاء الله وفقت بشرحي. راح اخلكم الرابط الخاص بالمكتب اسفل وصف هذا الفيديو، واذا كان عندكم اي سؤال او استفسار خلوا لي بالتعليقات. وفي نهايه الكلام تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.